سوريا خرجت مضطربة جدا عندما أخبرتها عن موت أمي. لماذا سيدتي؟ ما بك يا ابنتي؟ ماريا أرجوك. ماريا. 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 حبيبتي. ماريا. جدك ماتت من الحمى. حمى غريبة نادرة. وأنا كنت إلى جانبها دائما على فراش الموت. تقتلينها؟ لا. أعتني بها. أراقبها. أحاول ألا أجعلها تتعذب. لقد أحببتها يا ابنتي. أحببتها كثيرا. بقدر ما أحبك. لا. لا تكوني ظالمة. لا تتهميني. لا تصرخي أمام الجميع أنني قتلت أمك، لأن هذا ليس صحيحا. لأن الجميع سيلاحظون حالا أننا أنت وأنا نحاول قتل ماريا ابنتي الحي. كيف هي رودريغو؟ سيئة جد سيئة. سأطلب سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لأن الحالة أسوأ مما تصورت. يا إلهي تلطف بها. ليس فرناندو في طريقه إلينا. كيف حال ماريا؟ سيئة جدا يا امرأة. رودريغو يقول الأفضل أن ننقلها في الحال إلى المستشفى. تبدو سيئة، وسيئة لدرجة أن الدكتور طلب نقلها إلى المستشفى. لعلها ستنجو الآن. هل عشب الدار لا تميت؟ أكملي في مهمتك لتبلغين كارلوتا. سوف أذهب بأسرع ما يكون. ها قد سمعتي، سيقولون ماريا ابنة الحي من هنا. هذا ليس جيدا يا ابنتي. إن قاموا بنقلها كيف سأفعل لأستمر بتسميم ماريا ابنة الحي؟ ألم تسميمها بما يكفي نانا؟ لا أعرف ذلك يا ابنتي، فأنا لا أعرف كمية السم إلى أن يموت الشخص. هل تقصدين أن ماريا ابنة الحي يمكنها أن تشفى؟ كوني صادقة معي، هل نجاة ماريا ممكنة؟ نعم يا ابنتي، يمكنها أن تنجو. ربما يكون قد فات الأوان، وممكن أيضا أن تموت. فليسامحني الله إن أخطأت دونا فيكتوريا، لكن أشعر أن مرض ماريا له علاقة بشعوذات كاليستا. لا 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 لوبي، هذا لا يعقل. ألو؟ مرحبا جميلتي. معقول؟ قلت لك لقد انتهى بيننا الموضوع. وأنا قلت لك إنك لن تتخلصي مني بهذه السهولة. تكلم قدر ما تشاء، لا يهمني. لا، يتعلق الأمر بماريا ابنة الحي. أتتصورين الفضيحة إن أخبرت الجميع أنك وحاضنتك كاليستا تقتلانها؟ ومن أين اختلقت هذه التفاهة؟ بنفسك قلت إنها مشعوذة. طيب، ولكن كنت أمزح. كنت تقولين الحقيقة ولقد تحققت، لذا من الأفضل أن تأتي. لا، لن ألاقيك. أنتظرك في الشاليه. أذهب إلى هناك والآن. هذا يناسبك، وإلا فكري بطريقة لمواجهة عائلة ديلا فيغا، ولا سيما الشرطة. دكتور لوغو مطلوب إلى العناية الفائقة. لوبي أخبرتني أن ماريا هنا. كيف حالها؟ لا نعرف بعد. رودريغو وغيره من الأطباء ما زالوا يعينونها. لقد جاء رودريغو. ما بها؟ هل زال عنها الخطر؟ خضعت لبعض التحاليل، غسلنا معدتها، الآن نراقبها. سننتظر. ما كنت ستأتين؟ بسرعة أسبردوما، من وقت لأضيع. ماذا تريد؟ المال لأسكت عما أعرفه. أنت تتخيل وليس إلا. لا لا ثريا، تريدين موت ماريا ابنة الحي، وبالتشارك مع حاضنتك تقتلينها بالأعشاب والشعوذة. عرفت ذلك من منزلك. مستحيل أن يخبرك مخلوق، فلا أحد يعلم. لا أحد سواك وحاضنتك. تكلمت معها؟ ومع من غيرها؟ تباً لنانا كاليستا، قل لي كيف جعلتها تتكلم. اسمعي، لدي أساليبي وقد برعت بذلك، لأن ماريا ابنة الحي تنازع.
لن تأخذ مني شيء أوسبالتو. أتفضلين إذن أن أقول كل شيء للشرطة عزيزتي؟ لا أظنه بمقدورك، لأنك سوف تصمت وإلى الأبد. مهلا مهلا ثريا، لا تلعبي بهذا أرجوك. لا، لست ألاعبك. ألم تسمع مثلا يقول إن الكلب الميت لا يصيب بداء الكلب؟ إن قتلتني ستتورطين بمشاكل أكثر. ومن سيعرف أني قتلتك؟ ومن رأني في الأصل أدخل؟ أرجوك لا تكوني مجنونة، يمكننا التوصل لحل يناسبنا نحن الاثنين. لويس فرناندو، لا تتكلمي ماريا، لا ترهقي نفسك حبيبتي، سوف تتعافين. أنا خائف، هذا صحيح، لكن في نفس الوقت أعرف أن هذا كابوس سينتهي. ستعودين كالسابق بحالة ممتازة. أنا أعرف شيئا آخر، أعرف أنني سأموت. أي ما بها يا ترى؟ أعتقد أننا اكتشفنا السر دونا فيكتوريا. في معدة الأنسة ماريا وجدنا أثارا لمادة مصنوعة من أعشاب مميتة نادرة. لن أغفر لك فعلتك هذه، تشعوذة حقيرة. ما الذي حصل؟ هيا بنا إلى غرفتك، سوف أضيعك نهائيا من أكون. هيا أيتها المجنونة، هيا. مشعوذة حقيرة غبية. كيف تمكنت من إخبار أوسبالدو تريفينيو أننا نستعمل الأعشاب لتسميم ماريا ابنة الحي؟ لا، من أين تختلقين الأمور؟ تعالي، سوف أقتلك، سوف أقتلك. لماذا تريدين إيذائي؟ تقولين أنك تحبينني، لماذا تريدين إيذائي؟ لكنني لم أقل شيئا لأحد، أنا لا أعرف من يكون ذلك المدعو أوسبالدو تريفينيو. ماذا؟ تقولين أنك ستقنعينني؟ ستفعلين بي هذا؟ قلت الولد، لا. الولد، لا لم أقل شيئا، لا شيء. ماذا كنت تقصدين بما قلته للتو؟ قولي لي، لا قولي ولا قتلتك. لا 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 تضربيني أكثر يا ابنتي، أنا أكون والدتك، أنا والدتك. لا تتكلمي ماريا أرجوك. علي أن أتكلم، علي أن أتكلم، ربما كانت هذه آخر فرصة لي. لكن ماريا، أرجوك أرجوك لويس فرناندو. حسنا تكلمي. أريدك أن تعيدني، أنني إن أنا موت فأنت لن تتغير، لن تعود أبدا كما كنت في السابق. أنت غيرت لويس فرناندو، سأموت حزينة جدا. حسنا ماريا أعيدك، لكنك لن تموتي. أظن أن الله يعاقبني. لا لا سبب له، كان علي مغادرة المنزل لتجنب أن تبقى مصرا على طلاقك من ثريا. لا تتفوهي بحماقة، تريد أن تطلقها بسببي؟ لا ماريا، حتى لو لم تكوني في حياتي كنت سأطلق بأي حال. إذن أنت تحبني حقا؟ أو تسألين أكثر من حياتي، أكثر من كل شيء، كم
كما لم أحب يوما من قبل.